مشاهدينا الكرام، ها هو لقاؤنا معكم يتجدد في برنامج أهل المدينة، نناقش فيه قضايا ونحكي حكايات المدينة ونتحدث عن شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: حقوق الإنسان في اليمن، انتهاكات جسيمة وعدالة غائبة، رصيف السياح بالتواهي، البوابة البحرية الأولى لمدينة عدن، عمرو خالد الناشري مهندس صوت بذائقة غنائية. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى حلقاتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم ما حدث من أخبار وفعاليات خلال الأسبوع. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال اللقاء التشاوري الأول لرؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية. اللقاء الذي نظمته على مدى يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هدف إلى تطوير مهام وسياسات العمل الأكاديمي في الجامعات اليمنية والمؤسسات البحثية وتعزيز العلاقة فيما بينها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التنمية الوطنية. وناقش اللقاء التشاوري الأوضاع التي آلت إليها الجامعات الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين من تسييس العملية التعليمية وتوظيفها لصالح الإنقلاب ونشر الفكر الطائفي السلالي لدى الطلاب. أقيم مهرجانا شبابيا للفرق الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار اليمن الاتحادي الجديد، ويتضمن المهرجان سباعية لكرة القدم تشارك فيها فرق من مديريات عدن الثمان وفقرات مسرحية وفنية، بالإضافة إلى تكريم عدد من أسر شهداء مدينة عدن الذين ارتقوا في معارك تحرير عدن من الميليشيا الانقلابية. اعتبرت الأزمة الإنسانية من أشد الأزمات الإنسانية سوءاً، لجان تتشكل للرصد والتحقيق، ولكن السؤال هو هل من خطوات جادة من قبل الجهات المعنية لإنقاذ الوضع المتأزم في اليمن؟ الأوضاع الإنسانية والحقوقية في اليمن لا تزال تمر بأسوأ مراحلها في ظل استمرار حرب الإنقلاب التي تدخل عامها الرابع، وتنصل الأطراف المتصارعة عن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه المدنيين. أي حرب في العالم هي انتهاكات وهي جرائم، يعني مفهوم الانتهاكات هو ملطف تقريبا، لكن الحروب هي تؤدي إلى جرائم بالجملة. في اليمن الآن أكثر من السنة الرابعة جرائم بشعة وجماعية ترتكب بحق السكان المدنيين، بحق الأطفال، بحق النساء، هذا الحاصل الآن. وأي حرب فيها جرائم الآن، وهذه تقريبا الآن المجتمع الدولي يصنفها من أكبر الجرائم، من المعاناة الإنسانية في العالم. أزمة اليمن من أكبر وأبشع الجرائم والمعاناة الإنسانية الشاملة في العالم لإبطال ملايين من البشر، والحرب مستمرة الآن، المعاناة والانتهاكات والبؤس مستمر في الشمال وفي الجنوب في كل مناطق. دمار المنازل، دمار المنشآت الخاصة، ضياع الوظائف، ضياع الدخل. يعني الآن شريحة كبيرة من المجتمع ما عندهاش دخل، لا الدخل العادي مش موجود. التطورات المتسارعة على الصعيدين العسكري والأمني وفشل مساعي الحل السلمي للصراع القائم وتأخر الحسم قاد الأوضاع في اليمن إلى منحنيات خطيرة تعطلت معها أغلب مؤسسات الحماية القانونية والمجتمعية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في المناطق المحررة وغير المحررة على حد سواء. الوضع الأمني هو في المناطق المحررة لم يأخذ حقه من الالتزام الكافي، على الأقل لبعث رسائل اطمئنان وللناس أن تعيش في حالة استقرار، إلى جانب الوضع المعيشي القاسي اللي تواجهه الناس. هناك أوضاع أمنية أيضا تربك المشهد، ونفس الوقت كمان تساهم على مضاعفة ارتكاب الانتهاكات ضد الناس. الإنسان اليمني معرض للقتل، معرض للاختطاف، معرض للاغتيال، معرض إنه يخسر سكنه، يخسر وظيفته بأي وقت من الأوقات. هذه الانتهاكات الأساسية. في عندنا الانتهاكات الثانوية اللي انتهاكات الحياة، يعني حرمنا من التعليم، حرمنا من المجال للانطلاق بالعمل، ترتبت عليه أزمات نفسية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ككل.
تقارير محلية ودولية أكدت تورط جميع أطراف الصراع في اليمن بالانتهاكات الحقوقية التي طالت كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، وشددت على ضرورة حماية المدنيين وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم. ملف حقوق الإنسان في هذه البلاد هو الملف الشائك والصعب والمعقد. لن نتكلم على انتهاكات خاصة بجماعة سكانية أو شريحة من السكان أو من الأفراد، ولكن مظالم عامة حصلت وجرائم حرب الآن اللي حصلت في البلاد هذه. المواطن اليمني لم يشعر بأي كرامة في أي محافظة، كان في محافظة عدن، كان في محافظة تعز، كان في المهرة، كان في صعدة، كان في القو، كان في صنعاء، يعني يمشي لا أمن لا استقرار، يمشي الإنسان يعني هو خائف. نحن إلى الآن لازلنا نطالب بالخطة الأمنية، الخطة الأمنية التي يجب أن تضع في مثل هذه الظروف، وتحدد أيضا مستوى الشراكة لكي نتبادل الأدوار بشكل حقيقي مع المؤسسات. زاد على المسائل عبء أكبر، هي مسألة أساسا الإزدواجية الموجودة ضمن الهياكل الأمنية، اللي هي أيضا تنتج انتهاكات لا ليس لها جهة واحدة إنما متعددة الجهات، وأيضا توسع من هذه الانتهاكات دون معالجات. تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتأخر صرف مرتبات الموظفين كلها مؤشرات تندرج في قائمة الانتهاكات الحقوقية، وتنذر بمستقبل ملغوم لبلد لا زال يحلم بالاستقرار. كل جوانب الحياة، أولاً العسكرة، عسكرة الأطفال، القصف المدن، وانت تشاهد كيف وضع عدن بعد الغزو، المدن، المنشآت المدنية، مياه، مستشفيات، كهرباء، القتل المدنيين، خراب الطرقات، قطع أرزاق الناس، مؤسسات بالعشرات توقفت عن الخدمة، جامعات توقفت، مدارس توقفت، جيل انقلب، مئات الآلاف هاجروا من البلد، أسر تشتتت، يعني هذه مأساة طالة. والأمن والشيء الفظيع في الحروب أنه حتى الآن إحنا لم نعيش الكارثة الحقيقية، الحرب سنعيشها بعد سنوات قادمة. هذا الدمار الاقتصادي الاجتماعي الخراب المؤسسي ستبان في السنوات القادمة. الآن الناس سيتفاعلوا مع أحداث الحرب، تفاصيل الحرب، لكن المأساة الإجمالية التي وقعت في هذه البلاد سوف تتكشف أثارها في السنوات القادمة. الأسر اللي تدمرت منازلها إلى اليوم هي بتعاني بؤس وتعاسة الأوضاع كما قلت. هي مسألة أصلاً كمان أنه لم توجد لها حلول مؤقتة تلتزم بها الدولة لكي تخفف منهم ويلات هذه الآلات آثار الدمار. الشيء الآخر كمان أنه أضافوا لهم أعباء أثقلت على كاهلهم، أصلاً الوضع المعيشي صار أكثر التزاماً. ناس كانت معتادة تعيش في بيوت ملك، اليوم صار معها التزامات الإيجار في وقت أنه الراتب مش موجود، وفي وقت أنه الناس أصلاً ليس لديها القدرة الكافية على مواجهة مثل هذه الالتزامات في مسائل الإيجار وتبعات الالتزامات الأخرى للحياة. نرحب بالأستاذة إشراق المقطري، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. أهلا ومرحبا به أستاذة. بداية، ما هو بالضبط عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ في البدء أشكر قناة بلقيس على اهتمامها في الموضوع الحقوقي بشكل عام في الجمهورية اليمنية، وفي التركيز على عمل المؤسسات الوطنية وبوجه خاص اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. هذه اللجنة التي يعني ربما ظهر عملها أو ولد عملها في أوضاع صعبة وهي أوضاع الحرب 2015، لكنها كانت منشأة بقرار جمهوري رقم 140 لسنة 2012 بناء على مطالب وتوصيات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأيضا توصيات مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي طالت المعتصمين والمدنيين في أحداث 2011. اللجنة الوطنية للتعريف بها بشكل أوضح بالنسبة للمهتمين هي آلية وطنية مستقلة نوعية، مهمتها ليس الرصد والتوثيق أو تقييم حقوق الإنسان بشكل نقول مبسط، إنما مهمتها التحقيق الشبه القضائي في الادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في عموم المحافظات الجمهورية اليمنية.
هذه المهمة ربما هي مهمة جديدة على مؤسسة وطنية، إضافة إلى أنها هي بالفعل هي تجربة وليدة في اليمن وفي الوطن العربي أن تنشأ مؤسسة وطنية مهمتها التحقيق في شكلين من أشكال الانتهاكات، وهي الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق التي التزمت بها الدولة، إضافة إلى الانتهاكات التي طالت القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب والتي حدثت أثناء الحرب وتحدث حتى هذه اللحظة للأسف. ولهذا ربما أحياناً يوجد لبس بين عمل هذه المؤسسة، هل هي منظمة مجتمع مدني، هل تشبه أعمالها أعمال منظمة مجتمع مدني، لهذا ربما تفصيل هذه الأعمال هو بالقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بعد ذلك التي تمت في 2015 و2016 و17. مهمتنا لا نقول تقتصر على أحداث 2011 أو أحداث الحرب، مهمتنا منذ بداية 2011 وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة التراب اليمني، مهمتنا أن نغطي كافة الانتهاكات، نقوم بعملية الرصد والتوثيق ثم التحقيق وتجهيز ملفات قانونية متكاملة للضحايا وعكسها في قاعدة بيانات وطنية يستفاد منها بعد ذلك في أي عملية سلام أو أي عملية إنصاف وجبر ضرر أو أي أشكال من أشكال العدالة الانتقالية بعد ذلك. ولهذا نحن نهيئ نقول العمل الحقوقي ونهيئ تلك الملفات لتكون جاهزة ومكتملة للنظر بها من منظورين، من منظور القضاء ومن منظور أيضا المؤسسات المهتمة بعد ذلك في العدالة الانتقالية وعمل نقول إنصاف وجبر ضرر للضحايا وللمدن وللمناطق والفئات التي تعرضوا لهذا الانتهاك. أستاذة لو توضحي للجمهور مثلا، البعض يعني يحمل فكرة عن اللجنة الوطنية بأنها تتبع مثلا فئة معينة على حساب فئة معينة أو أنها فقط القصد منها أن تفضح أشخاص معينين، نريد أن توضحي يعني حقيقة عمل هذه اللجنة، هل هي تقف في انحياز من جميع الأطراف، المقصد منها رصد انتهاكات حقوق الإنسان وليس يعني ضرب طرف لحساب طرف آخر؟ بالنسبة للجنة نقول إنه قرار الإنشاء أوضح بأن مهمة هذه اللجنة لكي أن تعمل وفق معايير التحقيق الدولية المعمول فيها في اللجان الدولية وفي الآليات سواء الدولية سواء الآليات المباشرة أو غير مباشرة. هذه المعايير الأساسية هي كما ذكرتي ربما يجب أن تكون متوائمة أو متوافقة وموجودة في أعمال كافة اللجان، لهذا عمل اللجنة وقرار الإنشاء أكد بأنها يجب أن تعمل وفق هذه المعايير والمتمثلة في الحياد والنزاهة والمنهجية والموضوعية والسرية. مسألة الحياد والموضوعية والمنهجية والمهنية هي مدخل لأن تعمل اللجنة أو تتوجه اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات في كل اليمن، وبالتالي ليسنا معنيين في محافظات معينة تحت سيطرة طرف و تحت يعني والآخرين لا نعني ولا نهتم بها، نحن معنيين بالانتهاكات التي تطال اليمنيين سواء في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح أو تحت سيطرة أيضا الحكومة والشرعية والجيش الوطني. أيضا مهمتنا ليس الاهتمام بنوع معين من الانتهاكات، مهمتنا بكافة أنواع الانتهاكات التي سببت ضرر وإيلام وأذى مباشر معنوي نفسي مادي في المواطنين. أيضا مهمتنا التحقيق بما طال كافة الفئات سواء الفئات المستضعفة أو الفئات الغير مستضعفة، المدنيين بشكل عام، النساء، الرجال، في المناطق الجغرافية في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في الوسط. وبالتالي عبر يعني هذا البرنامج وعبر هذه الحلقة نؤكد بأننا تقاريرنا عكست هذه المبادئ التي تقولنا عنها وأشرنا بالفعل لمنهجية الانتهاكات التي طالت اليمنيين من جميع الأطراف. كيف تقيمين اليوم الوضع الإنساني بشكل عام في اليمن وفي المناطق المحررة بشكل خاص؟ التقييم ليس من اللجنة الوطنية أو ليس من إشراق المقطري، يعني الكل يعلم ويعني يتابع يعني نقول الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن واليمنيين بشكل عام. يعني ربما للعودة إلى الوراء قليلا، مسألة وضع حقوق الإنسان في اليمن والتدني وتقييمه بأنه من المستويات المنخفضة ليس من اليوم، يعني نحن نعاني من أكثر من 4 عقود في مستوى واحد بأنه ينظر إلينا بأننا من الدول التي تمارس انتهاكات للأسف في حقوق الإنسان. يوجد أيضا
نقول تقارير سابقة للجان نقول تعاقدية، لجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، لجنة المعنية بحقوق المرأة، لجنة المعنية بحقوق الطفل، لجنة المعنية بالتمييز العنصري، وكافة هذه اللجان أعطت توصيات للحكومات المتعاقبة اليمنية بأن وضع حقوق الإنسان في تدني، ويوجد كثير من الظلم والظلم الذي طال الفئات لا سيما الأطفال والنساء. لكن ما ضاعف مأساة حقوق الإنسان من الطبيعي عندما تم الاستيلاء على الدولة وإضعاف مؤسساتها، زادت مسألة الانتهاكات، ثم بعد ذلك تلاه وقوع الحرب التي كنا نتمنى ألا نصل إليها، لا سيما أن اليمن كانت في مرحلة انتقال سياسي سلمي لا بأس، كانت صورة إيجابية بالنسبة لليمن. لكن حاليا تقارير اليونيسف، تقارير الأوتشا، تقارير المنظمات الحكومية أيضا أو سواء المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، العفو، أجهزة المتحدة أيضا العاملة في مسألة التنمية ومسألة الوضع الإنساني، كافة هذه الجهات تؤكد بأن أسوأ مأساة إنسانية تعرض لها البشرة هي حاليا في اليمن، خصوصا أن اليمن الدول الفقيرة جدا، وبالتالي فقر مع موضوع حرب فيقاس بأنه طبعا وضع مأساوي كبير جدا. لهذا اللجنة تنظر أو تقوم بعكس قراءة هذا نقول المستوى أو التعريف الحقيقي لوضع حقوق الإنسان، وعكسه بحقائق عبر وثائق بالفعل أو عبر نقول ملفات انتهاكات حقيقية، وتحليل هذه الوضع الحقوقي عن طريق تحليل سياق الانتهاكات التي طالت اليمنيين. المؤسف بأنه لا يتم التعاطي بشكل جدي مع موضوع الملف الحقوقي، نقول أننا أكثر من 3,000,000,000 نازح، طبعا 8% من 3,000,000,000 نازح نساء وأطفال، وبالتالي عليك أن تقرأ ما نقرأ ما خلف هذه الفئة من انتهاكات ومن وضع آخر، معناها أن هناك يوجد زواج مبكر، يوجد تسرب من التعليم، أو يوجد أيضا ارتفاع في مستوى الأمية، معناه بأن هناك جيل قادم فيه الكثير من الهشاشة والضعف الذي لا يساعد في عملية البناء المستقبلي. تأثير الوضع هذه والأزمة حقوق الإنسان الحالية هي سوف تؤثر على وضع اليمن، ولهذا قراءة الملف الحقوقي الآن أو المهجر هذا الحقوقي والإنساني في اليمن فيه الكثير من الألم والوجع الذي لا يوصف سواء للإنسان العادي، فما بالك الإنسان الذي يقوم بعملية الفحص والقراءة للمشهد الحالي وعكسه على استراتيجية المستقبل. أستاذة إشراق، ذكرتي بأن الأوراق التي تقدمونها والتقارير لا تجد مثلا ذلك رجع الصدى المطلوب، من هو الذي لا يأخذ تقاريركم بجدية؟ بالنسبة للجنة الوطنية ليس فقط عملها إصدار تقارير، ربما من ضمن آلياتنا في مسألة التأكيد على العمل ومسألة توضيح نقول القدرات التي تقدمها اللجنة والجهد الذي يبذل اللجنة هو مسألة التقارير والتعريف بمستوى الانتهاكات، لكن عملنا الآخر هو تجهيز ملفات شبه قانونية ذات جودة حقيقية بوثائق مثبتة أمام القضاء ليحصل المواطنين أمام القضاء اليمني، لأنه هو القضاء الفعلي وهو القضاء المعني بمسألة حماية حقوق الإنسان. لا يمكن أن تقدم ملايين الملفات بعد ذلك أو آلاف الملفات إلى أي قضاء خارج البلد، وبالتالي مهمة اللجنة هي مسألة تجهيز هذه الملفات، ومهمتها أيضا تجهيز قاعدة بيانات لكافة الانتهاكات وكافة الأنماط التي طالت اليمنيين. شيء مهم الذي سألتي وهي مسألة التقارير، نحن لدينا آلية أخرى كما ذكرت هي مسألة التقارير، هذه التقارير نحرص بأن ننشرها على أوسع نطاق سواء في الإعلام والمنظمات العاملة في الشق المدني المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى المؤسسات المعنية الفعيلة. أول هذه ربما المؤسسة هي مؤسسة الرئاسة، يتم رفع التقرير لرئيس الجمهورية كونه المعني المباشر الأول في مسألة تنفيذ هذه التوصيات، لا سيما المتعلقة في مسألة العمل التشريعي والعمل المؤسسي والضبطي وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى البرلمان، إضافة إلى القضاء، إضافة إلى بقية المؤسسات التي من الممكن أن تساعد في تحسين الوضع عبر رفع قدرات منتسبيها عبر التخفيف من تلك الانتهاكات.
بالجانب الآخر تقاررنا أيضا نحاول نشرها وإيصالها على المستوى الدولي، سواء الجلسات اللي نقول المباشرة أو الغير مباشرة للآليات الغير تعاقدية، المقررين، الخواص، البعثات الدبلوماسية المهتمة في قضية اليمن وموضوع اليمن، أمام أيضا يعني عبر البعثة اليمنية في جنيف، أيضا أمام مجلس حقوق الإنسان. يتم الإشارة إلى ما قدمته اللجنة من أعمال في التحقيق وما أنجزته في تحديد المتسببين وما أنجزته أيضا في تحديد أنواع الانتهاكات التي تحدث في اليمن. أستاذ إشراق، هل لديكم بالأرقام عدد الجرائم التي تم التحقيق فيها؟ نعم، بالنسبة للجنة الوطنية في محور التحقيق يعني أنهت التحقيق في أكثر من 10,000 يعني واقعة انتهاك طالت أفراد وأيضا جماعات في مناطق مختلفة ومحافظات مختلفة. ربما الانتهاك الأكثر قسوة والأكثر ظهورا هو استهداف المدنيين سقوط الضحايا من القتلى والمصابين. انتهاكات أخرى بعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية، مسائل ضحايا الألغام وسواء ألغام فردية أو ألغام مركبات، ثم بعد ذلك انتهاكات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتواجد في كافة ربما محافظة الجمهورية، وهو الانتهاك الذي تساوت فيه جميع الأطراف سواء في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي أو المناطق التي تحت سيطرة شرعية في قضايا الاغتيالات وقضايا القتل خارج نطاق القانون وقضايا الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري. اللجنة استطاعت أو في عبر تقاريرها الأربعة أن تشير إلى أنها أنهت التحقيق أكثر من 10,000 واقعة، طبعا الرصد أكثر من ذلك بكثير، عملية الرصد والتوثيق، لكن هذه الملفات التي أصبحت التحقيق تم الانتهاء منها وتحديد أطرافها وضحاياها والمتسببين بها وطريقة الانتهاكات وتحليل تلك الانتهاكات. إلى اليوم أستاذ إشراق، كل الجرائم مثلا التي حققتم فيها وتحديدا جرائم مثلا الاغتيالات أو الاختطافات، هل مثلا قطفتم ثمار جهدكم؟ عزتي، مهمتنا الرئيسية كما ذكرت هي تحديد أولا المتسبب وتوصيف هذا الانتهاك ومدى الأثر الذي طال الضحية. أوضحنا في تقاريرنا كما ذكرت كافة هذه الأشياء، لم نحاول أن نغطي أي عمل لم نقوم به، حاولنا أن نوضح بأن نحن استطعنا أن نعمل في كافة هذه الانتهاكات وأن نحقق فيها. ورسالة ربما أوضحها بأن عندما نقوم بالتحديد أو بالتحليل لهذه الانتهاكات ليس مهمتنا فقط يعني أن ينظر لنا الأطراف أننا مهمتنا إدانتهم، مهمتنا بشكل رئيسي الوقوف على الخلل بالفعل في عملية الممارسة ومساعدة الأطراف بأن تتوقف عن هذه الانتهاكات وبأن تضع كثير من الحلول المستقبلية لأن تكون هذه الانتهاكات أقل نقول تأثيرا أو تخف بين فترة وأخرى، بما يساعد على حماية حقوق الإنسان والتزاماتها في الوثائق القانونية الدولية والوطنية. الانتهاكات التي تحدث اليمنيين يعني المدنيين أقصد بالتحديد، من انقطاع رواتب ومثلا وجود نازحين ومدن تدمرت وأشخاص هجروا، ماذا عن هؤلاء الضحايا؟ ربما مثل هذه الانتهاكات كما ذكرت لا يمكن قياسها في مسألة الرصد لأنها ليست انتهاكات فردية مباشرة يعني، وهذه ربما تأخذ كثير من الخصوصية في مسألة التحليل. هذه نعمل عليها في مسألة تقرير عامة، يقوم الراصدين ويقوم الموظفين المتواجدين في المحافظات بعمل تقارير شهرية يوضح مستوى هذه الانتهاكات. هذه الانتهاكات تدخل ضمن معايير العدالة الانتقالية في المستقبل، وبالتالي بالفعل هناك محافظات تعرضت لانتهاك ممنهج بشكل كبير سنوات عدة فترات طويلة، هناك محافظات تعرضت أيضا حصار ومنع وصول إمدادات، هناك مساعدات إنسانية وغوث إنساني تم منعه، هناك أيضا انتهاكات طالت مسألة التنقل والحركة ومسألة التعبير عن الرأي. هذه الانتهاكات في اعتقادي هي أسقطت أيضا في تقاريرنا في موضوع السياق نقول الحقوقي والإنساني، أشرنا بأن هناك بالفعل عملية نقول واسعة من الانتهاكات التي لا يمكن أن تقاس على مستوى الانتهاك الفردي أكثر منه يقاس بطريقة العامة. الغارات الخاطئة أو ما يسمى بالنيران الصديقة التي أخذت تتكرر يوما بعد آخر، هل رصدها من مهام هذه اللجنة أيضا؟ كما ذكرت يعني لو عدتم وعاد الكثير من المهتمين والكثير من الحقوقيين لتقارير أربعة لا يوجد تقرير واحد من تقارير أربعة أغفلنا فيه أي طرف،
ولم نغفل ايضا موضوع ايضا حالات سقوط ضحايا وقتل مدنيين بسبب قصف او سقوط صواريخ طائرات الطيران، سواء طائرات الطيران التحالف او طائرات الطيران الامريكي ايضا في شبوة والبيضاء ومأرب والجوف، ايضا غطينا هذه الجزئيه. وبالتالي نحن لم نغفل، لما ذكرنا وقوع هذه الانتهاكات ذكرناها بالتحديد بالاسم بالنتيجه بالاثر، ونتيجه لذلك حدث كثير من التواصل والتنسيق ايضا ورسائل الى قيادات التحالف والى فريق تقييم الحوادث ايضا المشتركه، وللاجابه على الكثير من الاستفسارات حول تلك الوقع، وهي ايضا خطوه متقدمه للعلاقه والتنسيق بين اللجنه وبين الاطراف المعنيه، ومن ضمنها كما ذكرت الفريق المشترك لتقييم الحوادث وقياده قوات التحالف العربي المساند للشرعيه. كيف ترين عمل المنظمات المدنية في اليمن وفي المناطق المحررة بشكل خاص؟ وهل بينكم وبين هذه المنظمات أي تعاون وتنسيق؟ مهم سارة. بالنسبة لموضوع المنظمات المدنية، يعني من الأشياء التي أشرنا إليها أيضا في تقاريرنا من أسباب ضعف أيضا أو صعوبة التي تواجه اللجنة أو أي مؤسسة عاملة في مجال التحقيق وأيضا حماية حقوق الإنسان، هي دور منظمات المجتمع المدني الضعيفة للأسف. الحرب عملت نوع من الغربلة لمستوى عمل هذه المؤسسات واهتماماتها، وبالتالي في اعتقادي الشخصي، وهو ليس نوع من التجريح إنما هو نوع من الدعوة لهذه المنظمات بأن تعيد قراءة تواجدها وأعمالها في الميدان، بأن هذا الضعف أثر على موضوع حقوق الإنسان. انتهاكات كبيرة، خريطة كبيرة من الانتهاكات والقسوة والألم والوجع في عموم اليمن، لكن الحديث والتطرق وتناول هذه الانتهاكات من قبل منظمات المجتمع المدني للأسف تناول أراه ضعيف، سواء بإيصال هذه الرسائل للخارج أو حتى فيما بيننا أو في اليمن عموما، حتى دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على الأفراد، في توعية أيضا المواطنين في مسألة البلاغات، في مسألة أيضا تحديد المتسببين، في مسألة الحد من تلك الانتهاكات، هناك عمل كبير يعني مأمول أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، واللجنة لديها الكثير من الخطوط التي تفتحها أيضا مع هذه المنظمات، وتتمنى بأن يكون هناك كثير من التعاون والتنسيق فيما بينها وبينهم. كيف ختاما أستاذ إشراق، كيف تتعامل أطراف الصراع مع عمل اللجنة الوطنية للإدعاءات في انتهاكات للتحقيق إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ بالنسبة لأطراف النزاع يوجد نوع من التفاوت، يعني في المناطق كمثال الحكومة الشرعية والوزارات المعنية، معها الوزارة الداخلية لقيادة إدارة الأمن التي تتبعها وزارة حقوق الإنسان، مكاتب الصحة، كافة هذه الجهات تتبع الحكومة الشرعية، حقيقة هي تقدم لنا الكثير من التعاون، كثير من التسهيلات وإعطاء الكشوفات والإحصائيات المتعلقة بها. في الأطراف الأخرى كمثال يعني جماعة الحوثي وقوات صالحة، أو يعني قبل عملية الفض الشراكة فيما بينهم، يعني كان كثير من الصعوبة، وحتى هذه اللحظة يعني في مسألة نزول الأعضاء إلى تلك المناطق، لكن استطعنا تجاوز هذه المشكلة بوضع راصدين في تلك المحافظات من أبناء تلك المحافظات، والقيام بعملية تنسيق متمكنة. أيضا نحاول أيضا مد نوع من التعاون فيما بيننا وبين قيادة التحالف المسيطرة أو المتواجدة أمنيا في المناطق المحررة مثل عدن وحضرموت، واستطعنا نوعا ما الوصول إلى بعض السجون والمنشآت النقول المحتجزات التي تسيطر عليها هذه الأطراف، لمسألة تخفيف من أوضاع المعتقل والتعرف على أيضا أوضاعهم الحقيقية. الجهد هذا طبعا بذلته اللجنة بأن تكون متواصلة وأن تفتح خطوط مع جميع الأطراف، لأن هدفها بالنهاية هي معرفة حقيقة ما يطال المواطن من انتهاك حقوق الإنسان، والضغط على هذه الأفراد أو هذه الأطراف بأن تلتزم بحماية حقوق الإنسان وفق المبادئ التي فرضت عليها على النطاق الدولي وأيضا على الأعراف، وهو القانون الإنساني العرفي. أستاذ إشراق المقتري، كثر الحديث عن السجون والمختفين والمعتقلين كذلك، نريد أن نعرف ما هو طبيعة عملكم في هذا المجال؟ بالفعل طبعا اللجنة تتابع ما يعني نقول ما يصدر من تقارير منظمات المجتمع المدني الغير حكومية أو حتى الدولية أو حتى الوطنية في مسألة السجون والمعتقلات. هذا الانتهاك ربما هو يحمل كثير من نقول الخصوصية والكثير من العمل الذي يحتاج كثير من الجهد في التركيز على فئة مأمورية نقول الضبط، سواء الشرطوي أو
الضبط بشكل مباشر. عفوا استاذ اشراق، هل استطاعت اللجنه مثلا ان تخرج مجموعه من هؤلاء المساجين او على الاقل شخص واحد فقط؟ عمل اللجنه ليس الاخراج المباشر للمعتقل نقول والمخفي قسرا. هذه التحقيقات هل ادت مثلا الى اخراج مثلا مساجين قيل انهم عرف انهم مثلا ابرياء او عرف على الاقل مكانهم اين؟ الخطوه الايجابيه التي حدثت نقول نقله جيده في عمل اللجنه بانه في الشهور الماضيه استطاع عدد من اعضاء اللجنه وايضا وراصديها والمحقق المساعدين الدخول الى وزياره السجون والمعتقلات التي يقال بان هناك فيها محتجزين مخفيين قسريين في المناطق المحرره، وكانت زيارات بالنسبه لنا ايجابيه، وبالتالي استطعنا بعد ذلك التواصل مع الامهات المعتقلين المخفيين بمعرفه اين يتواجد ابنائهم او ازواجهم. هل استطاعت الامهات التواصل مع ابنائهم او يعني أزواجهم؟ يوجد نوع من التواصل البسيط، يعني حقيقه نحن املنا بان يكون تواصل قانوني طبيعي، جميع المختطف او عفوا المعتقلين المخفيين القسريين لهم الحق في مساله التواصل، لهم الحق في مساله معرفه التهم، ما لهم ايضا لاهاليهم يعني الحق في معرفه اين يتواجد هؤلاء، المعامله الانسانيه التي يتعرضون لها وفق طبعا الحقوق المكفوله لهم في القانون الوطني او في المواثيق الدوليه، وبالتالي نحن مهمتنا مع هذه الاطراف بان نوضح لهم بان هؤلاء او هذه الفئه يجب ان تحصل على حقوقها، واولها بان ينظر الى قضاياها منظور قانوني عدلي قضائي وفق المعايير الدوليه. يوجد تعاون حاليا بيننا وبين رابطة نقول الأمهات المختطفين سواء في المحافظة المحررة أو المحافظة أيضا الغير محررة، بأن نحاول أن نساعدهم في مسألة الوصول لأبنائهم وتحديد أيضا أو معرفة التهم المنسوبة إليهم وحصولهم على حقوقهم القانونية كما ذكرت في التواصل وفي الصحة وفي الحصول على الدفاع نقول العون القانوني المساند لهم كبقية المحتجزين والمعتقلين. الأستاذة إشراق المقتري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، شكرا جزيلا لك. من أجمل المزارات السياحية والتاريخية في مدينة عدن، رصيف السياح حكايتنا لهذه الحلقة. رصيف السياح أو ما كان يطلق عليه أثناء فترة الاستعمار البريطاني رصيف الأمير ويلز، يعد أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة المؤقتة عدن. يعود تاريخ هذا الرصيف إلى العام 1905 للميلاد، غير أن أهميته التاريخية تتجاوز ذلك بعقود، حيث كان يمثل البوابة البحرية الأولى لمدينة عدن منذ العام 1864 للميلاد. في مطلع القرن الماضي سمي هذا المرسى برصيف الأمير ويلز تيمناً بزيارة هذا الأمير البريطاني لمدينة عدن التي كانت تعد حينها أهم المستعمرات البريطانية. الاستقلال أطلق عليه رصيف السياح تلبية للحركة التجارية والسياحية المتزايدة، وظل يؤدي دوره الحيوي كمرسى لليخوت السياحية ورصيف خدمات الاستقبال ونقل البحارة والمؤن من وإلى عدن. الرصيف هذا بوابة من عدن ويحظى باهتمام كبير من قبل القيادة في محافظة عدن، وهذا الرصيف رصيف تجاري حد ذاته وسياحي، فالرصيف هذا رصيف أسس في عام 1919، ويحظى الرصيف بموقع سياحي وتجاري
ويقوم في نشاطات عديدة. النشاطات هذه هي استقبال اليخوت السياحية وتموينها بجميع مستلزمات وأمورهم الخاصة، ويقوم بتموين جميع اليخوت والزعائم والشرائع السياحية بجميع أنواعها. هذا الرصيف رصيف تراثي وهام بالنسبة لمحافظة عدن، ويحظى باهتمام كبير من قبل القيادة. يطل رصيف السياح على ميناء عدن الشهير، وبالقرب منه تقع تلة الكرنتينة أو ما كانت تعرف بالمحجر الصحي للمرضى من عمال البواخر الذين كان يتم عزلهم فيه دون السماح لهم بدخول المدينة تحسباً لانتشار العدوى. يبلغ العمق الأدنى المحاذي لرصيف السياح نحو 4 أمتار، وإلى الشرق منه تقع دكة الإبكاري التي تم تخصيصها لنقل البضائع والمسافرين من القرن الأفريقي، وبالقرب منها تقع قاعدة مصلحة خفر السواحل اليمنية التي تتولى مهمة تأمين الرصيف وحرم الميناء. يتمتع رصيف السياح الذي تشرف عليه مؤسسة موانئ خليج عدن بخصوصيات متعددة جعلت منه أهم المواقع البحرية المطلة على الميناء كمدخل تجاري ومزار سياحي. للرصيف بوابة رئيسية بنيت بنفس طراز بوابة ميناء بومباي الهندية وبسقف قرمزي أخاذ، وعلى جانبيها كتبت أسماء الجنود البريطانيين الذين مروا عبر ميناء عدن وقضوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا البنيان الأثري سيطرت عليه ميليشيا الإنقلابيين في يوليو من العام 2015 وجعلت منه هدفاً لمقاتلات التحالف، وبلغت نسبة الدمار فيه 90%، وتحول سقفه البديع إلى ركام متناثر. وكان الرصيف قد تعرض قبلها للاستهداف من قبل ميليشيا الإنقلابيين أثناء إجلاء النازحين المدنيين من مدينة التواهي في 6 مايو من ذات العام، ما باتت تعرف لاحقاً بمجزرة رصيف الموت. بالنسبة لحرب 2015 عند دخول الحويثة الذين دخلوا قبل ما يدخلوا الحويثة محافظة عدن، هناك كان دور كبير لهذا الرصيف غير عادي، وقمنا بنقل المواطنين والجرحى والأدوات الطبية من على هذا الزورق السياحي، وكانت هناك مواطنين تزحف بشكل كبير جدا إلى هذا الرصيف، وهذا الرصيف تم نقل الجرحى والمواطنين والعجزة والأطفال إلى البريقة، وهناك كان استهداف كان في ذيك الفترة، ولكن نحن عملنا جهد وبذلنا جهد غير عادي في هذا الرصيف ونقلنا الجرحى والموتى والأسرى والجميع الناس اللي كانوا هنا نقلناهم إلى البريقة. والآن عدنا الرصيف، دم الرصيف بعد دخول الحويثة ظلمة، عدنا الرصيف إلى ما هو عليه، والآن عدنا النشاط فيه بفضل
الأستاذ محمد مزربة، والآن بنينا مكاتب وعدنا الحركة السياحية وعدنا الزوارق إلى ما هو عليه، والآن تشهدون في هذه اللحظة الأخيرة إنه هناك زورق سياحي يقوم في هذا العمل. خلال الأشهر الماضية أعيد فتح الرصيف أمام الزوار والعائلات تقصده كمتنفس للترويح عن النفس والاستمتاع بروعة المكان وجمال الطبيعة. ناشري مهندس صوت مبدع يصنع جمال الصوت بعلم وفن وبتقنيات عالية. هيا تتكلم أشياء غريبة، المصيبة تتكلم بلسان مريبة، الحياة علمتني وخلتني أحاول أتعلم كيف أصبر وعامل. أنا أقول قول والزمن يقول قول. عمرو خالد الناشري المعروف بعمر إكستودو مهندس صوت ابتدأ بتقنيات بسيطة مشواره الفني في هندسة الصوت، ودافعه الرئيس في ذلك تحسين أدائه في أغاني الراب التي تحتاج كما يقول إلى جوانب إبداعية. طبعا هندسة الصوت لو نجي نشوف كيف بدأت فيها كفنان بسبب نقص إمكانيات. أتعلمت هندسة الصوت، يعني كنت أسجل لنفسي طب الصوت مش مليح كذا، حاول أنا أعدل حاول. لما بدأت أكتسب خبرة، فكثير من الفنانين الآن صاروا مهندسين صوت مع التجارب مع المحاولات مع التجارب كذا. وبعدين المجال جميل، يعني الواحد لما يبدأ كذا كمغني يبدأ حبة يبدأ بعدين يحاول إنه يتعمق، يحاول يبحث ليش صار الصوت كذا، طب لما عملت الرقم ده صار كذا، لما عملت كذا، لما يعني المجال ممتع. صعوبات كثيرة واجهها المهندس عمرو الناشري في مشواره الفني، بدءا بالتعلم وانتهاءا بالممارسة والتطبيق. اصطدم بواقع لا يعرف أهمية هذا الفن وإمكانيات لا تساعده على تقديم نفسه بالشكل المطلوب، إلا أن ذلك لم يحل بينه وبين طموحاته، بل زاده حبا وتعلقا بهذا المجال الفني. بدأت بجهاز بونتيوم 3، جهاز قديم، وكرت صوت حق جهاز كده عادي، وبرامج يعني قديمة، وحبة حبة. هذه كانت أكبر صعوبة بالنسبة لي. وطبعا وضع البلاد برضو صعب، يعني بمجال هندسة صوت، يعني هذا إيش يسوي إيش يعمل، يعني مهما اجتهدت الناس مش عارفة أنا إيش سويت، لأنه الناس بالنهاية تسمع أغنية جاهزة مش عارفة إيش كانت من قبل، فما تعطيش اهتمام لهذا المجال. بعكس الصورة تتغير الألوان، يتحسن المشهد كذا، حاجات يعني تتميزي الفرق. لكن في هندسة الصوت الناس مش عارفة، وبالذات إنه السماعات اللي في السوق سماعات رخيصة وعادية على قد يعني طبعا انت تعرف العمله وكذا، يعني على قد يعني امكانياتنا. مثل ما انتم شايفين استوديو، عملت استوديو بسيط يعني بامكانيات لا تقل عن السوق، لكن حبه وباذن الله بطور من الاستوديو هذا. يعني لو تقول تشوف بدايتي كيف كانت من جهاز قديم ومايك عادي، بس الان حبه بدانا نتطور، وان شاء الله بعمل افتتاح قريب للاستوديو، وان شاء الله حاجه حلوه. ايام الرحمه لنا والخير، يا رب تجعل حجها مقبول، والعيد للفرحة وللتغيير. هندسة الصوت فن يصعب إتقانه بالتعلم الذاتي أو عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، وهذا مثل صعوبة إضافية للمهندس عمرو الناشري الذي اضطر كما يقول لتعلم فنون الصوت وعلومه، وساعده في ذلك على توظيف برامج الهندسة الصوتية في تحسين العمل الفني. طبعا هندسة صوت من الصعب تلاقي له دروس واضحة، يعني أغلب الدروس ترويجية ولشركات معينة أو لأشخاص يعني.
فمحاولات محاولات محاولات بدأت أشتري كتب هندسة صوت، بدأت تدخل في فيزياء الصوت، بدأت تدخل يعني حاولت أبحث عن الموضوع بشكل علمي. مع الأيام تمكنت من استخدام البرنامج، بس اتضح لي إنه استخدام البرنامج مش هندسة صوت، وإنه ممكن أي حد يستخدم برنامج هندسة صوت. بدأت في فيزياء الصوت، فيزياء الصوت أفادتنا ببعض المعادلات، ممكن كيف ممكن أضغط الصوت، كيف ممكن أستخدم يعني أعمل أوازن الصوت، كيف أحسب الصدى، كيف أمور كثيرة. أول مرة بحياتي أمسك برنامج صوت ما كنتش أبحث كيف أسجل، أبحث كيف أسوي صدى. يعني أنا تفكيري كيف 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 الناس تسوي هذه الغنية، يعني ما أفكرش كيف أنا أغني، كيف ممكن أغني، بقد ما أفكر كيف تصير الغنية دي من الأساس. واحد من قدمتنا سوى في تاريخه بصمة، كل اللي أبغى أقوله شارك ويكمل الرسمة، سجل في دفتر حياتك دنيتك عمري قصير، يلا وري الناس إبداعك من تمثيل غناء تصوير، ابدأ غير. يرى عمر إكستودو بأن هندسة الصوت علم وفن، والاحتراف فيها يتطلب بالضرورة أن يكون مهندس الصوت فنانا أو يتمتع بذائقة فنية تساعده على فهم نوعية الأغنية وتوظيف مهارته الفنية والإبداعية لتحسين الأداء. أولاً هندسة الصوت ذوق، ضروري الشخص يكون عنده ذوق، تكون عنده لمسات حلوة يعني عشان يميز العمل، إن كانت غنية، إن كانت أنشودة، إن كان حتى مجرد تقرير، إذا ما عندهش اللمسة الجميلة ما بيطلعش الحاجة حلوة. فطبيعي الواحد مهندس الصوت طبيعة لازم يكون موسيقي علشان يتميز في الشغلة. فأغلب مهندسي الصوت أو كل مهندسي الصوت موسيقيين من الأساس، يعني لأنه مهندس الصوت إذا ما عندهش خبرة موسيقية صعب. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alight? Where are you now? هندسة الصوت تمر بمراحل مختلفة، ولكل مرحلة خصوصيتها الفنية والزمنية. والمهندس المحترف هو الذي يتقن كل هذه التخصصات، وبدون ذلك سيكون أداؤه ضعيفاً ولا يلبي الحاجة الفنية كما يقول المهندس النشري. هندسة الصوت تتم بمراحل كثيرة، يعني مرحلة التسجيل، مرحلة التحرير، مرحلة الميكساج، ومرحلة الماسترينج، وكل مرحلة يعني فيها مشوار طويل. يعني مرحلة التسجيل هذه فيها فيلة مختص في التسجيل، ومرحلة الإديت هذه شغل مهندس الصوت مع الميكسينج، والماسترينج هذا تخصص، يعني طبعا هذه كلها تخصصات، اللي يسجل تخصص، واللي يعمل ميكسينج تخصص، واللي يعمل ماسترينج تخصص. لكن يعني نحاول طبعا هو مش بعيد، التخصصات هذه مش بعيدة يعني عن بعض، بس برضو نحاول نفهم الأمور كامل ونتعمق في كل المجالات عشان ممكن الواحد يتورط في عمل وضروري يشتغل كل حاجة. رغم إمكانياته المتواضعة إلا أن سقف طموحاته مرتفع ويمتد نحو العالمية، بدءا برغبة التتلمذ على أيدي كبار مهندسي الصوت العالميين، وانتهاءا بالفوز بجائزة غرامي لأفضل فريق متكامل في صناعة الأغنية، باعتبار أن ذلك سيحقق له كافة الأحلام المستقبلية في عالمه الفني. أتمنى أشتغل في شركة عالمية مثل شركة ويفز، مثل شركة UAD، الشركات العملاقة هذه، وأتمنى بإذن الله أوصل لجائزة غرامي. هذه الجائزة يعني هي يعني أنا شغال في هذا المجال لأنه هذا حلمي. لو وصلت لهذا الشيء بتتغير أمور كثيرة، بتتغير إمكانيتي في الصوت كثير جدا، من ناحية إمكانيات عملية وعلمية وإمكانيات مادية وكله. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بأمان الله.